أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الطلبة، وأهلا وسهلا بكم إلى ندوتنا هذه الخاصة باللغة الفرنسية. في ندوتنا اليوم سنتطرق إلى الامتحان وموضوع الامتحانات، إذا ستكون ندوة امتحان امتحانية وهي خاصة سنخصصها للثالث الثانوي الأدبي والثانوية شرعي. الشرعية. تابعوا معنا أعزائي الطلبة، وفي حال وجود أي استفسارات أي أسئلة نحن جاهزون للرد. يوجد أرقام الهواتف ستظهر في أسفل الشاشة ونحن جاهزون للرد عليها. اسمحوا لي قبل أن أبدأ أن أرحب بزميلاتي من حلب. أهلا وسهلا بكم، مرسي. تفضلي أنسي نور. بونجور، نور شامية، موجهة اختصاصية ومدربة في مديرية تربية حلب. أهلا وسهلا بك منى أنسي منى. نصرة، مدرسة مدربة في مديرية تربية حلب. أهلا وسهلا بكم. مرسي. إذا قبل أن نبدأ، كما نعرف جميعا أنه في الفترة الأخيرة ظهرت جائحة كورونا ليس فقط في سوريا وإنما في بلدان العالم كله، وقد أثرت على قليلا على الكمية التعليم التي حصل عليها الطلاب، فكان هناك موجود فاقد تعليمي لذلك ولهذا العام فقط، نكرر يعني هذا العام فقط، هناك جزء معين من المنهاج لن يكون تماما أو لن يدخل في الامتحانات. فبالنسبة للبكالوريا الأدبي والثانوية الشرعية، إذا ممكن أنسي نور نحدد شو هو اللي معهم بالامتحان، شو هو الجزء اللي لن يكون موجود بالامتحان، تمام. وإذا ممكن بالصفحة يعني حدد بالصفحة. أوكي، طبعا المطالب فيه لهذا العام هو كتاب الطالب بأكمله مع دفتر الأنشطة كمان بأكمله. أما فيما يخص الملحق الأدبي فهو المطالب فيه فقط الشابيتر القسم الأول والقسم الثاني، يعني من بداية الكتاب حتى صفحة 41 ضمنا، وأقصد بكلمة ضمنا أن صفحة 41 مطالب بها في الامتحان. إذا الكتاب طالب بأكمله تماما، وما يقابل دفتر الأنشطة بالتالي بأكمله. إذن بأكمله تمام. بالنسبة لي الملحق الأدبي في عنا تروا شابيتر أو تمام، ثلاث أقسام مطالب طالبنا الأدبي بالقسم الأول والثاني القسم فقط، الأول والثاني بأكملهما. تمام. أما القسم الثالث فهو تماما، وأعتقد أن القسم الثالث أنسمونا هو اللي بيخص أغنية الطبيعة أو الشعر الطبيعة. شعر الطبيعة هو الجزء المحذوف من المنهج من الامتحان لهذا لهذا العام فقط بالنسبة للبكالوريا الأدبي والثانوية الشرعية. عظيم. إذا ندخل مباشرة بالنسبة لطلاب البكالوريا الأدبي اللي بدهم يحضروا، وطبعا بيكونوا أكيد حضروا وانتهوا، وإنما نحن بنعطيهم شوية ملاحظات كيف بيدرسوا، كيف بيكونوا متأكدين بالنسبة لامتحانهم من التقديم للامتحان. وطبعا بذكر إنه بالأخير رح نعرض نموذج امتحاني لحتى يشوفوا الشكل الامتحان. طبعا نبدأ إذا بدهم يحضروا للمهارة الأولى، من وين بتجي الأسئلة؟ كيف بتجي الأسئلة؟ كيف بتجي النصوص؟ كيف بيبدأوا تحضير ويدرسوا؟ في البداية بحب أقول إنه كل النصوص الموجودة في كتاب الطالب سواء أو في كتاب الأنشطة كتاب التمارين مطالب بها الطالب، فيجب أن يبدأ بها بدراستها، اكتساب مفردات وتعابير لغوية تساعده على التمكن من النص الذي سيرده في ورقة الامتحان. إذا قبل أن نبدأ الشرح بالتفصيل طبعا. بكل مكان في عنا اتصال، ناخذ اتصالات وبنرجع. تفضل. الو الو، ايوه تفضلي، مين معي؟ صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. استاذ انا صف تاسع، عندي كم سؤال مهم منا جاوبوني عليه. سيدرا انت بصف تاسع؟ طيب نحن ندوتنا هي مخصصه للبكالوريا، ولكن اهلا وسهلا فيك يا سيدرا، تفضل. استاذ نحن عندنا بالنفي، نعم ديجا، نحن بننسيها بجامي. في ضروري نحن نغير الفعل من الحاضر الى الماضي الناقل؟ لا، ما في داعي ابدا سيدرا، ما في داعي ابدا نغير. نحن بس مطلوب مننا نعرف ادوات النفي، نحط النو قبل الفيرب والجامي او البا بعد الفيرب، بدل نعم. ديجا نحط جامي، وهذا المطلوب منا، ما مطلوب منا نغير زمن الفعل ابدا. إذا يا سيدرا يكون أجوبتك
خيارات، أربع خيارات، وأنت فقط بدك تختاري الأداة. لم يكن مطلوب منك أنك تغيري أي شيء بالجملة أو تضيفي أو تعدلي أي شيء. أستاذ عندي كم سؤال أتمنى تجاوبوني عليه. تفضلي يا سيدة. عندي في عنا موضوع هو عن الـ in letter format، رسالة شكلية أو رسمية. نعم. نحن بدنا نقلب بين الاسم والكنية بأول الموضوع، اللي ما في داعي، لأنه لاحظت بالكتاب أول موضوع كيف بين اسم والكنية وآخر الموضوع كيف بينه مثل ما هو. مزبوط يا سيدرا. بالنسبة للأسماء باللغة الفرنسية، لما منخاطب شخص بطريقة رسمية بتبدأي معه بمسيو أو مدام، فبتحطي الكنية. نحن الشيء بالعربي بنسميه الكنية بيجي بعد منه، وليس اسمه الأول. أما لما بدك تكتبي اسمه بشكل كامل بتبدأي بالاسم الأول ثم الكنية. شكرا أستاذ. في سؤال واحد. نعم. في عنا دفتر التمارين قالوا لنا انه لنهايه الوحده الخامسه. صحيح. اخر شيء انه في عنا جومان تران دو. جومان ترين دو مو داخل معكم يا سيدرا. حتى مقطع الاستماع، انه في مقطع استماع. نعم. حتى لو في كلمات مثلا مره ما بنعرف تدخل. الجومان ترين من اسمه هو تدريب على الشيء يلي أخذتوه بالوحدة الرابعة والخامسة والسادسة. فأنت إذا بتتدربي فقط مجرد تدريب لحتى تتمكني أكثر من المهارات والقواعد والأشياء الموجودة بالرابعة والخامسة، كل شيء بخص السادسة بيكون محذوف، والباقي هو مجرد تمرين تدريب لأنه بكل الأحوال هو ما راح يجيكم نفس الموجود في التمارين. شكرا لكم كثير. أهلا وسهلا بسيدرا. اتصال ثاني من جعفر. مرحبا استاذ. اهلا اهلا جعفر، تفضل. عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا جعفر. استاذ، بالنسبه للسحب والخطا واختار بالاختيار المتعدد اللي بيجي اول شيء. جعفر انت طالب بكالوريا. بكالوريا ادبي. نعم. نعم تفضل. استاذ، بالنسبه للاختيار الاجابه الصحيحه والصح والخطا اللي بيجي اول شيء. نعم. استاذ، حتى نقدر نجاوب عليهم شو بدنا ندرس فيهم يعني صراحه. تمام تمام. في سؤال ثاني لو سمحت. يلا، اذا رح لانه بدك تتابع معنا اكيد، مو هيك بالندوه يا جعفر؟ اكيد. لك رح نحكي فورا عن موضوع النصوص واسئلتها وكيف تجاوب عليها. سؤالك الثاني تفضل. كمان لمحه انه كيف نحل الحوار كله، لانه ما عم نعرف نحله. ولا يهمك، كمان رح نحكي عنه وبتفصيل. يعطيك العافيه استاذ، شكرا. اهلا وسهلا جعفر. إذا كنا عم نحكي هلا بندخل مع بالنسبة لجعفر ونجاوبه أكيد. تمام. بالنسبة للنصوص، بالنسبة للنصوص من وين بده يدرس الطالب ليجهز حاله مثل ما قلت، كل نصوص ويجاوب على أسئلة صح والخطأ أو الاختيار المتعدد. كل النصوص الموجودة بكتابنا وبالكتاب الأنشطة مطالب فيها، فهو لازم يفتح النصوص. نصوص السماعي موجودة. هل رح يجي نفس النص تماما؟ أكيد لا، أكيد لا، ده يجي نص موازي، موازي أو مماثل. يعني نعم. يعني فيه نفس المفردات، نفس التراكيب يلي إلها علاقة بهالوحدة الدرسية، بموضوع هالوحدة الدرسية، بموضوع الوحدة. نعم. فهو بتساعده لما ده يجي النص يقدر يتعامل معه بشكل صحيح. بالنسبة لحجم النص، حجم النص ده يكون نفس حجم النص الموجود عنده او احجام النصوص الموجوده عندهم بالكتاب. ممكن تكون اقصر يعني. ممكن نعم. تكون اقصر لانه حسب فتره. بس اكيد ما حتكون اطول. اكيد لا. نعم. والاسئله كمان اللي بتنطرح على النص بدها تكون نفس نمط الاسئله الموجوده بكتابه، فانا بنصح كل الطلاب درس النص يحل الاسئله، ما يقول انا يجي النص مخالف للكتاب ليش بدي احل الاسئله. الاسئله بدها تعطيك مفردات، تراكيب، بدك تكتسب مفردات عشان تقدر تحل الأسئلة الموجودة عندك بالامتحان. يعني نفس شكل أيضا نفس شكل السؤال تماما، الطريقة، وحتى لما الاحتمالات موجودة بالأسئلة تعطي فكرة أيضا رح تكون موجودة بما هي الكلمات نفسها رح تكون أيضا موجودة بورقته الامتحان. تمام. طيب، ذكرتي كل النصوص لازم يطلع عليها بما فيها النصوص الشفوية الموجودة بآخر الكتاب. طبعا هو طالبنا ما حيتعرض لامتحان شفوي. شفهي لا، بس بيتعامل معها كأنها نص كتابي، فبيقراها وبيكتسب منها هالمفردات هالتراكيب الجديدة عليه. طيب، رح ناخذ مثال الوحدة الثالثة ونحكي عنها. تمام تمام. وإنما بناخذ اتصال قبل. ألو، تفضلوا. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. أستاذ، بس ممكن سؤال بالأدوات النفي؟ تفضل، تعرفنا عن حالك وأي صف؟ بكالوريا محمد من الحسكي. أهلا وسهلا يا محمد.
أستاذ، الأدوات الجزئية وأدوات النكرة إيمت بتنحذف وإيمت تتحول للدو بالنفي؟ نعم، هذا السؤال يعني المفروض يكون بخصة في التاسع أكثر من البكالوريا يا محمد. نعم، في سؤال ثاني؟ لا شكرا. طيب أهلا وسهلا أنسة نور، إذا ممكن نجاوب على السؤال. طبعا فيما يخص أدوات النفي، إذا في عنا جملة مثلا على سبيل المثال جي أن كريون أو جي أن ستيلو إي أون غوم، بهالحالة في عنا كلمتين معطوفتين على بعضهم ومسبوقتين بأداة النكرة، سواء كانت أن أو أون إلى آخره. بهالحالة هدول التنتين بدهم ينحذفوا مع أداة العطف اللي هي إيه كمان موجودة معهم، فبدها تصير الجملة مثلا جوني ني ستيلو ني غوم. ما بعرف إذا جاوبت على سؤاله، إذا هو نعم. كان عم بيقصد هي أدوات النكرة أن أو دي أو حتى الجزئية دو دو لا، هي كلها بتتحول إلى دو بجملة النفي بشرط بسيط، بس بيكون فيرب اتر هو اللي بالجملة طبعا بتضل على حالها. وإنما بذكره لمحمد إنه النفي مو داخل، النفي ما بيخصهم، بيخص السابع والثامن والتاسع. كمان في معنى اتصال. ألو ألو، مرحبا. أهلا أستاذ، أنا علمي. علمي رند؟ ايه. بكالوريا علمي؟ ايه. اهلا وسهلا يا رند، تفضل. اهلا فيك. سؤالي عن الموضوع. تفضل يا رند. بس انا عم يطلع معي الموضوع اكثر من 80 كلمة، يعني بحدود 90، معلش. نعم يا رند، اكيد رح نحكي بخصوص المواضيع، وانما 80 كلمة ناقص 12 كلمة زائد 12 كلمة مقبول 100%. طيب تمام، شكرا كثير. اهلا وسهلا يا رند. اذا ناخذ مثال، وناخذ مثال اليوم الوحده الثالثه. تمام، الوحده موضوعها نبدا من النص الشفوي، موضوع عن المراه، فبنبدا دائما الطالب يبدا بالنصوص الشفهيه الشفويه المكتوبه باخر الكتاب من الصفحه 120 لصفحه 123. نصنا للوحده الثالثه مكتوب بالصفحه 121 هو عباره عن بيوغرافي، يعني سيره ذاتيه لامراه سوداء ناضلت مشان حقوق المراه. فأنا كطالب لازم أعرف شو الكلمات اللي بتهمني بهالتيم بهالموضوع، بموضوع الموضوع المرأة، ضمن اللي هو المرأة، حقوق المرأة اللي بتناضل عنهم. تمام، فممكن فهو لما دا يقرأ مثلا دا يشوف انجستيس الظلم، بس كلمة مستهدفة مثلا، أكيد من كلمة بيوغرافي يعني سيرة ذاتية، معناتها هو لازم يعرف إيمت ولدت، إني الفيرب ناتر، تركيب بكامله اللي بنحكي فيه عنه، إيمت ولدت شخص أو توفى شخص، تماما إيمت ماتت، والتركيب اللي بستخدمه عشان أستخدم مثلا فيرب مورير أو ديسي لو ديسي. في عنا جملة مثل أبري لو ديسي دو روزا باركس. تمام، أبري لو ديسي دو روزا باركس. فهدول هدول اسمهم تراكي بيتعلمون، بكتسبهم الطالب، بيعرف ايمت ولدت وايمت ماتت. في عنا عدة كمان مفردات مثل ميليتون بور لي دروا، ميليتون بور لي دروا سيفيك، مثل فيرب سانجاجي، مثل فيرب رفوزي، مثل فيكتوار كومبا، يلي هو هدول كلهم كلمات بيكونوا لهم علاقة بموضوع الوحدة. طبعا في قسم من هالمفردات المتعلقة بوحدة المرأة أو بكل وحدة من وحدات الكتاب بتكون موجودة بالصفحة الأساسية بضمن إطار اسمه بور فوزي. الصفحة هي الصفحة 42. فانا دائما ضمن اطار كور اسمه فوزيدي، هي كلمات مستهدفه ولازم مستهدفة نتمكن منها، ولازم الطالب يتمكن منها، هي والمرادف لها، يعني لازم يقرا الكلمه يتمكن منها مع المرادف لها. مثلا بهي الوحده من مثلا انجستيس كاركتير دو كيلكان او دو كيلكو شوز كي ني با جوست، اسكلاف بيرسون نون ليبر، افرونتي كيلكو شوز، فير فاس ا s'engager, participer à, déclencher, faire commencer, protestation, objection ou la cour suprême. Suprême. Et donc, ces كلمات مستهدفه اكيد. طيب، والامر نفسه يطبق على النص الكتابي، النصوص الكتابي. طيب بدي اسال عن الاسئله، ذكرتي شغله وراح نسال اذا مدام لو سمحتي لنا كيف هي الاسئله بتكون. ذكرت الان سيمونا انه شكلها تمام وطبيعتها،
فينا ناخذ امثله؟ هلا الشكل مثل ما شفنا بالنموذج الامتحاني في عنا اسئله صح وخطا وفي عنا خيار متعدد. طبعا ماذا تقيس هذه الاسئله؟ اذا فهي بتقيس الفهم العام للنص، بتقيس شكل النص، بتقيس الموضوع العام، السيتياسيون دو كومونيكاسيون، يعني مثلا نستخدم اكي افيك كي او كي كان، يعني اين، متى، مع من، الى اخره. هي اسئله الفهم العام. الفهم العام. تمام. اذا اولا راح يكون في سؤال عن الشكل. تمام. راح يكون في سؤال عن مين عم يحكي مع مين، وين ومتى، وعن الموضوع العام للنص. تمام. الموضوع العام للنص. تمام. طيب ممكن ناخذ امثله عمليه عن سؤال؟ اذا انا بدي اسال عن شكل النص، فشو ممكن نتعرض على سؤال؟ dans ce document il s'agit de، وبنذكر احتمالات مثلا un article او une lettre والى اخره. بيوغرافي. تمام. اذا ايضا le texte est، le texte ممكن بهالشكل نسال عن الشكل. كيف اسال عن الموضوع العام؟ الموضوع العام مثلا كي لو سوجي سنترال او كي لو تيم دو تيكست او دون سي تيكست il s'agit، نقدر نذكرها مره ثانيه والى اخره من هدول النماذج. نعم نعم. بذكر انه مثل هيك اسئله مو المفروض هلا بالندوه طلابنا عم بيشوفوها او عم يطلعوا عليها، هي موجوده بكتاب تماما وتمرنوا عليها خلال العام الدراسي باكمله. ولنسال عن وين، ولنسال عن متى، كان. تمام. فهي كلها اذا كان عندي مثلا نفترض رساله، اذا بدي اسال عن مين فممكن يكون السؤال بخص الاكسبيديتور او الديستيناتير. آه. المرسل والمرسل اليه. فوالا فوالا. ممكن يجينا هذا السؤال بشكل صح وخطا. تمام. مثلا فلان الفلاني اي لو الاكسبيديتور او لو ديستيناتير. تمام. وممكن تجي بالخيار، اختيار من طريقه الكيو سي ام شو عملتي. بنذكر انه راح يكونوا اربع خيارات متعدد، ثلاثه مشتتات وجواب واحد صحيح. صحيح. نعم. بالنسبه للاسئله اللي بتقيس النوع الثاني او الاسئله اللي بتقيس التفاصيل الاكثر للاسئله، فنحن بنستهدف بهي الحاله مثلا على سبيل المثال الكوز او الكونسيكونس، يعني السبب او النتيجه لذلك، يعني اسئله بتدور حول السبب. فرضا اذا عم نحكي عن مشكله، نعم، مثل التلوث على سبيل المثال، فبدي اروح على الاسئله التي تقيس اسباب التلوث، والاسئله التي تقيس نتائج هذا التلوث والى اخره كمان، سواء كانت صح وخطا او خيار متعدد. اذا الاسئله التفصيليه او الفهم التفصيلي بصير بندخل بتفاصيل. تمام. المقاطع، اسباب، نتائج، كيف، يعني كومون، اكوز، وارسكو، بوركوا والى اخره. نعم. وارقام، وهي أرقام الطلاب وين عادة بيدربوا على هالنوع من الأسئلة، سواء كان بالسماعي في عنا بريمير إيكوت بتكون بتخص. تمام. العام، دوزيم إيكوت بتخص تفصيلي أكثر، وبالنص أيضا نفس الشيء. عنا بريمير لكتير أو جو كومبرون، جو كومبرون، جو كومبرون. طيب فيني انتقل نشوف أيضا النص الكتابي وطبيعة أسئلته كيف بتكون؟ النص الكتابي صفحة 46 أستاذ. نعم. فنفس الطريقة تماما، لأنه هو تعامل مع نص شفهي كهو كنص كتابي عم يقرأه، فنفس الشيء هون، نص كتابي دا يقرأ الطالب كمان دا يكتسب منه كلمات متعلقة بالموضوع، المرأة مثلا بهالوحدة. كمان مكتوب في عندي كمان إطار مكتوب بورفوزي دي، بيساعده للطالب تيفهم الكلمات المستهدفة بهالإطار. مثلا كلمات مثل ايزي، فيت، يوزيتي، اغونديسمون. طيب النص، اذا الكلمات، لما نقول كلمات مهمه او تراكيب مهمه، هي الكلمات المتعلقه بهذا الموضوع. تمام. وهي التراكيب المتعلقه ايضا، تراكيب سواء قواعديه، شو في شيء قبل شيء، شو في شيء بعد شيء، شو بستخدم ابري، مثلا ابري سون باكالوريا، افون، ابري كلكو زاني، ابري كلكو زاني. فوالا، هي كلها
التراكيب لما الطالب بيعرف شو معناها وإذا سئل فيها أكيد. فممكن يعرف مين في شيء قبل شيء أكيد. حدث. هلأ أنا بدي أضيف إنه الكلمات المستهدفة بكل وحدة درسية ممكن تطلع من إجابته عن الأسئلة، يعني لما بيجاوب على السؤال بطريقة صحيحة فهو بيكون اكتسب هالكلمة، لأنه الأسئلة كلها ما حتى ما أنا محطوطة بشكل عشوائي، أكيد محطوطة بهدف، هدف يقيس فهم الطالب لهالكلمات اللي تتعلق بمحور، يعني بتنصحي الطلاب يرجعوا يحلوا من يحلوا جديد. اكيد اذا كان كتابهم محلول عن جد نصيحه يمحوا يجيبوا او يلي هو فيحاولوا انه يكون حل عندهم وبعدين يقارنوا. نعم فمهم نعم. جدا نعم. اذا يعيدوا تطبيق تمام. وحل كل هي الاسئله. هي بنشوف نوع الاسئله اذا ممكن نطلع على الاسئله. الاسئله بتبلش لانه سئلنا من قبل جعفر عن هي الاسئله، بتبلش بالفهم العام مثل ما اتفقنا. كي اوني ليكسبيديتور، لازم يعرف شو يعني كلمه اكسبيديتور عشان يعرف كلمه المرسل. كي اوني ديستيناتير، كمان المرسل اليه. هي بتذكر انه ما في سؤال هو بده يكتبه اكيد لا، صح او خطا بيكون أو تماما خطأ او شو عملتي. نعم. السؤال الثاني كمان الفهم العام، بيكون عن موضوع العام للنص يلي هو كيل لو تيم برينسيبال دو لا ليتر، عن عده احتمالات فنحن لازم نختار الاحتمال الصح. السؤال الثالث شو اهميته؟ اهميته انه عرف تفاصيل البيوغرافي، عرف شو يعني بيوغرافي، يعني اذا اجاه انه هذا نوع النص بيوغرافي بكون يعرف انه فيه نو، فيه برينو، فيه ناسيوناليتي، فيه دات دو نيسانس، دات دو ديسي، اي ميتيه، فهدول هن عناصر ممكن يسال عنهم، فلازم يعرف شو يعني دات دو ديسي. اكيد دات دو نيسانس شو يعني ميتيه ناسيوناليتي. اكيد وهدول هن كلهم عناصر البيوغرافي، يعني لما نحكي عن سيرة حياة شخص فلازم نحط هالعناصر كلها تكون موجودة بسيرته. شكرا أنسي منى. أنسي نور، إذا هي بما يخص المهارة الأولى أو مهارة فهم المقروء اللي بتكون أول شيء هو نص، أربع أسئلة صح وخطأ وأربع أسئلة خيار متعدد. خيار من متعدد. تمام. المهارة الثانية اللي بتكون موجودة على ورقته الامتحانية هي القواعد. تمام. والمفاهيم اللغوية. طبعا فيما يخص القواعد والمفاهيم اللغوية إذا بنفتح الكتاب كيف الطالب إذا رح يدرسها؟ كيف يحضر لها وهو بالبيت؟ هلا طبعا نحن بقلب الكتاب ممكن يكون عنا إما نقطة قواعدية واحدة أو تنتين حسب كل وحدة درسية موجودة بكتابنا. الطريقة اللي بده يتبع فيها الدراسة هي نفس اللي درسها بالمدرسة، عنده الصفحتين المفروض أنه يتمرن أول شيء من خلال الكوربوس أو مجموعة الجمل الموجودة بالكتاب. في عندنا قسم اللي هو جوغيفليشي. جوغيفليشي تماما. نعم. هذا القسم شو بيفيده او لما بيطلع عليه؟ هذا بيفيده لحتى يستنتج، يعني شوي يستنتج القاعده على مهل، وبعدين ينتقل بالمربع الاصفر المكتوب فيها جو كومبرون تماما. موجود في القاعده بشكل كامل. اذا البدايه بتكون مع مجموعه من الجمل بيقراها، بيحاول يجاوب على الاسئله الموجوده يفهم اكثر حتى توصله يفهم او يعمل او يستنتج قاعده. القاعده تمام. باعتبار طلابنا التاسع وبكالوريا وبيروحوا بيدرسوا لوحدهم بالبيت، فحتى نحن بالكتاب يعني ما اعتمدنا على هو استنتج هو شو شاف، كمان القاعده موجوده بين ايديه. نعم. بالمربع لونه اصفر مثل ما بتشوفوا بتفاصيلها، يعني ما في شيء ناقص بتفاصيلها. وبحب اذكر انه ما راح يجي شيء من برات هالقاعده، يعني في اساتذه مثلا ممكن يضيفوا معلومات على القاعده نفسها، يجيبوا كلمات أكيد هو زياده، في اضافات وفي زيادات. طيب عم بيصير عندنا كثير بهذا الخصوص اساتذه عم بتروح لابعد من القاعده اللي هي مكتوبه في الكتاب، وعم بيصير تشتت عند الطلاب. فبس مثل ما نبهت زميلتي انه ما راح نطلع برا، ما في شيء مطالب فيه طالبنا خارج الكتاب، الادوات. تمام. والاشياء الموجوده هون بالقواعد بالقواعد. نعم. بعد ما طلع الطالب على القاعدة تماما، إذا أول شيء الطالب فكر استنتج القاعدة وصل عليها طلع عليها. نعم. بمرحلة جو كومبران بده ينتقل لمرحلة جو ميكزيرس. جو ميكزيرس إذا المرحلة الثالثة اللي هي جو ميكزيرس بده يتدرب. تمام. يطبق. هي مرحلة أنه بده يطبق هاي القاعدة. وطبعا التطبيق لا يقتصر فقط في الكتاب الموجود هون، وإنما في عنا كتاب الأنشطة اللي فيه هو كمان تطبيق وتمرين أكثر على هاي القاعدة. إذا التطبيق بيكون
مع المدرسين كان بالصف بالاشياء الموجوده بالكتاب لحتى تطبيق مباشر بعد القاعده ليمتحن شوي اذا فهمه او لا فهمه. تمام. ايضا بدفتر الانشطه بيكون المفروض ببيتهم تدربوا على كيف اكثر في تمارين موجوده بتخص هي القاعده. فهو لازم حاليا بالامتحان بيشوف اول تطبيق بالكتاب وبيتدرب ثاني مره بدفتر الانشطه. فينا نشوف دفتر الانشطه او نعرف اي صفحه نشوف شو بيخص بدفتر الأنشطة في عن قسم معنون اسمه كونيسانس دو لا لانغ. أي صفحة بالنسبة إذا بدنا ناخذ بالوحدة الثالثة؟ بنضل بالوحدة الثالثة صفحة 35. صفحة 35. إذا صفحة 35 من كل وحدة كمان في عنا جزء اسمه كونيسانس دو لا لانغ. هون في عنده تدريبات تخص القواعد. تماما. في عنا بهالوحدة الدرسية نقطتين قواعديات هن البرونو انديفيني وال نو انديفيني. تماما. فالتمرين الأول والثاني صفحة 35 بيكون عن النقطة القواعدية الأولى، والأول والثاني والثالث كمان بيكون عن النقطة القواعدية الثانية. وحتى جو برودوي. جو برودوي إذا في يعني مجموعة لا بأس فيها من التمارين. نعم. ممكن. نعم. يتدرب فيها الطالب تخص النقطة القواعدية اللي درسها أثناء العام الدراسي. بناخذ اتصال ونرجع ونكفي. ألو. 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 ألو تفضل. يعطيك العافية. أهلا الله يعافيكم. كيفكم؟ أهلا وسهلا تفضل. ألو عم بسمع كيفك أستاذ. أهلا وسهلا تفضل، مين معنا؟ ألو يعطيكم العافية. يا ريت تسمعنا من سماعة الهاتف. عم بسمعك من سماعة الهاتف أستاذ. يلا تفضل. كيفك؟ أهلا وسهلا. أنا عمار عساف من حما. أهلا وسهلا يا أستاذ عمار. كيفك شو أخبارك أستاذ زياد؟ أهلا وسهلا أستاذ عمار تفضل. طمنا عنك. الله يسلمك. الله يخليك. هلا بالنسبة للأسئلة بالقواعد الأسئلة اللي من خارج المنهاج. نعم. إيه. كيف بدنا نودي على طلابنا هي؟ يعني مو خارج المنهاج هي من السنوات السابقة. نعم صحيح صحيح. من سنوات سابقة في عنا مجموعة من الأسئلة. أيوة. يلي رح تكون داخلة معهم بخصوص القواعد فقط. أيوة. طيب رح نحكي عنها. نحن حاليا عم نحكي عن القواعد مباشرة رح نحكي عنها. أي سؤال تاني أستاذ عمر؟ شكرا أستاذ الياس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. في ملاحظات بنكفي مع القواعد وبنذكر انه هلا هنا بالنهايه التمارين ما راح تكون نفسها، بس شكل الاختيار يفترض انه يريح الطالب شوي، يعني نحن رايحين باتجاه الاسهل. ما عاد يعني هون في اسئله لما الطالب بيدرب في شيء بده يكتبه بايده وفي شيء بده يغير فيه بايده، بينما بالامتحان الوضع هو اسهل، بيكون هون بالكتاب تمرن على انه يكتب او على انه يحلل او يركب، بينما بالامتحان بتصير الامور اسهل وابسط، فهي عباره عن خيارات فقط. اربع خيارات. تمام. اذا لحتى يفكر اي هو الاختيار الصح بيستخدمه. أكيد. طيب بحاجه الطالب لحتى يفهم جملة القواعد لحتى يعرف شو بده يحل سيمونا شو رأيك؟ لا نحن عم نقيس فهمه للقاعدة، ما عم نقيس فهمه لمفردات الجملة. نعم. فالجملة حتى لو ما فهمها بيقدر يحلها، لأنه مثلا روابط الكوز دا يكونوا مستهدفين بس كوز، روابط الكونسيكونس دا يكونوا بس كونسيكونس، فهو بيعرف كل أداة إيمت تستخدم وبكفي، يعني بكفي يعرف بدنا نقيس يعني فهمه للقاعدة بس. نعم. نحن بالنسبة لفهم جملة أو فهم مفردات وإلى آخره قسنا الفهم بالنص. تمام. بالنص. تمام. فبالقواعد إذا لن نقيس مرة ثانية الفهم. تمام. فيحتاج فقط إلى أن يعرف القاعدة وكيف تطبق القاعدة. تمام. أي أداة تحتاج إلى حرف جر مثلا، وبالتالي لازم استخدم هاي الأداة. أي أداة تأتي بعدها مثلا سبب إيجابي سبب سلبي اسم فعل جملة اسمية جملة فعلية. نعم. وأيضا مثل ما سأل الأستاذ إذا ممكن يعني نجاوبه، في نحن رح نقيس القواعد الموجودة في كتابنا. تمام. وذكرنا أنه ما رح نزيد بأدوات تانية خارج الكتاب. نعم. وإنما من سنوات السابقة. لأنه نحن بقياس لمرحلة التعليم الثانوي. طبعا. وبالتالي في عنا العاشر وفي عنا الحادي عشر. تمام. في بعض الأشياء المهمة. فشو هي الشغلات اللي لازم
يدرسوها او لازم يرجعوا يذكروا طلابهم فيها. في عندنا الديسكور ديريكت والانديريكت، وفي عندنا الفوا باسيف والاكتيف. نعم هذول لازم بالاضافه للازمنه، عفوا بالاضافه للازمنه كلهم، يعني باسي كومبوزي مع الامبارفي مع البلوسكو بارفي، تطابق نعم. الازمنه كيف نعم. في عندنا كمان روابط الهدف البور والبوركو كمان. ما بننسى انه هو في كثير اشياء من العاشر والحادي عشر رجعوا مره ثانيه تطرقوا عليها تمام، مثل السبجونكتيف بالبكالوريا، فهي بتضل مطالبين فيها. اذا ديسكور ديريكت انديريكت، فوا باسيف اكتيف، برونو بوسيسيف، في اشياء عممت ايضا ورح نعرضها اذا بصير وقت، في اشياء عممت على موقع الوزاره بالمطالبين فيها الطلاب. طبعا. في معنا اتصال. الو الو لجين. مرحبا. اهلا لجين، تفضلي. استاذ لو سمحت هلا مشان فيك تشرح لنا قاعده ترتيب الجمل، ترتيب الحوار، ترتيب الحوار او ترتيب نص. تمام. هي ما فيها قاعده، مو هيك؟ هي مو قاعده وانما راح نوصل عليها ونحكي فيها بالتفاصيل. تمام، بس سؤال ثاني. تفضلي. بيجينا ترتيب نص وما في ترتيب جمله مثل ما بيجي بالانجلش؟ نو. شو يعني ترتيب جمله؟ جمله مقسم يعني السوجي والفيرب والمربوطين. فاعل وتتمه الجمله. لا لا لا. رح نعرض النموذج باخر الندوه، تبعي معنا وشوفي. سلم ايديك، شكرا. هي صف تاسع اتصور. لا بالصف التاسع ولا بالبكالوريا. اذا ما عندنا، ما عندنا جمله مخربطه بدنا نعيدها. لا لا ابدا. طيب في اتصال ثاني. مرحبا. الو اهلا وسهلا. كيفك استاذ؟ اهلا وسهلا، تفضلوا. كيف الصحة؟ الله يسلمك. انا ضياء عماد. ضياء؟ عماد. عماد، اهلا يا عماد. استاذ بس بدي سؤال بعد اذنك. تفضل. اشرح لي كيف بدي اطلع الجواب من اسئله النص ومن النص، في مجال؟ طيب سؤال ثاني. سؤال ثاني يا عماد. يسلم ايديك، بس استاذ. اهلا وسهلا. الله معك. يا عماد، بالنسبه لي كيف بدي اطلع الجواب من النص؟ من اسئله النص استاذ. نعم. يعني قصده الصح والخطا. القديم؟ بلكي القديم. ليكون بكالوريا قديم. بكالوريا قديم عماد؟ من اسئله النص استاذ. بكالوريا قديم او بكالوريا الجديد؟ حديث انا حديث. بكالوريا حديث. نعم. بالنسبة يا عماد لهذا الموضوع، هو موضوع فهم وقياس للفهم وليس للقياس للنظر. تمام؟ يعني استاذ هلا بفكر انا، بتصح لي عندك على الورقة؟ عم تسمعني يا عماد؟ ايه معك انا استاذ. طيب يا ريت تسمعني من السماعة يا عماد. ايه معك استاذ. اذا مو قياس على قوة النظر، لذلك مو انا رح شوف شيء بالسؤال ورح تبعه وين موجود بالنص، وإذا شفته بقول صح وإذا ما شفته بقول خطأ. أنا بحاجة لأقرأ الجملة، أفهم الجملة، السؤال، وأيضا أثناء قراءتي للنص أنا أكون فهمت النص، وبالتالي بعرف إذا عم بيقولوا جملة صحيحة أو جملة خاطئة. تمام تمام تمام. مشان هيك نحن حكينا بالبداية أنا كثير مهم عيد قراءتي للنصوص الموجودة بالكتاب، أفهم المفردات الجديدة، افهم المفردات الخاصة بهذا الموضوع والتراكيب الخاصة فيها. يعني استاذ انا ما في داعي للترجمة، خلص طلع على الكلمة بالجواب بفهمه وطلع على النص وبحل. تماما تماما، ما بحاجة للترجمة، انا بحاجة للفهم. تمام، يسلم ايديك استاذ. اهلا يا هلا عماد. اذا بنكفي، كنا عم نحكي عن القواعد. قواعد خالصين، خلصنا القواعد. اذا كيف بدهم يجاوبونا الطلاب بالنسبه للقواعد؟ بالنسبه للقسم الثالث، المهاره الثالثه، اذا المهاره الاولى كانت الفهم الكتابي، الثانيه عندنا القواعد والبنى اللغويه، والمهاره الثالثه اللي سيقاس فيها الطلاب هي التعبير الكتابي. التعبير الكتابي. التعبير الكتابي في منه قسمين، علامته مقسمه الى قسمين. القسم الاول هو ترتيب يا نص او حوار. نعم. هذا شلون بيكتشفه الطالب؟ بده يكون في جمله موقف تواصلي بيقراها الطالب فوق الجمل المخربطه، في جمله كامله لازم يقراها كثير هامه مشان ينطلق منها، بده يعرف هذا حوار، معناتها يفكر مين عم بيحكي مع مين، بده يعرف هذا نص يفكر كيف بده يبدا، شو هن الروابط المحطوطه. نعم. بالنسبه لي ايضا اذا حب يعرف مباشره هل هو حوار
او الهوينص راح تذكر الكلمه. يعني تمام. ضع الحوار التالي بالترتيب، فعنده كلمه ديالوج، واذا كان نص فراح يشوف كلمه تكست فهو نص. نعم. اذا هناك جمله يجب ان يقراها قبل ان يبدا بالترتيب. جمله تعطيه فكره عن من يتحدث، الموقف التواصلي مع من. وعن ماذا. فيما لو كان حوار. وفيما لو كان نص، فيما لو كان نص راح يكون عنده أدوات الربط، جملة أساسية مثلا، راح يشوف مثلا بوي، راح يشوف إيه، راح يشوف دابور، راح يشوف. فينا نعطي مثال على الجملة الأولى أقصد، يعني شو هي الجملة الأولى اللي ممكن تجي لحتى يعرف أنه هو ما هو ما راح نقول له مين عم يحكي مع مين لانه ما نحكي. تمام تمام. فراح يكون يعني مثلا سيت اون اكستري دو لا دون بيوغرافي دون فام مثلا سيليبر دون فام نوار دون فام ميليتان. سيت اون اكستري يعني اول شيء بيعرف انه هو مقطع. تمام. من بيوغرافي او مقطع من قصه، من قصة او مقطع. نعم. وعن ماذا يتحدث ايضا. تمام. في تمام. المجال يعني. تمام تمام. طيب بالنسبه للحوار، ترتيب الحوار اذا انتبهتوا جانا اكثر من سؤال انه انا كيف بدي اعرف رتب الحوار. هلا ترتيب الحوار، اول شيء بفصل انا الاسئله عن الاجوبه، يعني مبين من اشاره الاستفهام مبين انه هذا سؤال. بحط الاسئله بطرف والاجوبه بالطرف الثاني. بحاول اول شيء اربط منطقيا بين السؤال وجوابه، عرفت هالسؤال جوابه هذا، بعدين بدي اعرف مين عم يسال مين عم بيجاوب. اذا هو السؤال ترتيب منطقي. ترتيب مطلوب منطقي. منه ان يرتب بشكل منطقي. فلازم يقرا الجمل كلها. لا ممكن جدا ياخذ فكره اذا هي الجمل بتخص الشخص الفلاني اللي ذكره وهي الجمل بتخص الشخص الثاني، وبالتالي من وين بدي ابدا ولوين بدي انتهي. تمام. ومثل ما ذكرتي اذا في عندي اسئله كل سؤال اي جواب له، والسؤال اللي بيليه مربوط بيكون عاده. تمام. بالجواب اللي قبله واحيانا الكلمه باخر السؤال بتكون هي الدليل على الجواب اللي بعده، بدايه الجواب. يعني انه ما يجي الطالب يقرا السؤال بدايته ويوقف، يعني خلص انا فهمت عن شو عم يحكي، ده يكمل الاخير يعرف شو عن شو بده يسال. حتى في طريقه معينه ممكن نساعدهم، حسيت في تخوف. في طريقه ثانيه ممكن نساعدهم، مثلا ليش اخترت هذا السؤال ما اخترت هذا السؤال لبلش فيه. هلا ممكن في اشياء تساعدني افكر فيها منطقيا. منطقيا هلا باول سؤال ما لازم يكون في مثلا اسماء اشاره، لانه اسم الاشاره ما بده يكون معناتها شيء محكي عنه مسبقا. ما راح يكون في ضمائر. نعطي مثال اذا ما بدنا نعمم بشكل، يعني مثلا لنفترض كومو اون بو ريزودر سو بروبليم. تماما، كيف نحل هذه المشكله؟ طب اي مشكله؟ فلازم يكون فهي الجمله او هذا السؤال ما بصير يكون في الاول. لانه لازم يكون حكينا عن المشكله حتى يقدر يشوف السؤال بعده يكون كيف ممكن نحل هذه المشكله. ففي شيء كله منطقي بصراحه، ترتيب الحوار كله منطقي، بس ما يفهم الطالب بيقدر يرتبه بترتيب منطقي. بس هل روابط هل برونو مثلا السي او اي والسي او دي مثلا اللو والايجريك والان كثير بيساعدونا كمان. عائده الى الشيء المفروض تكون في البدايه. برونو بوسيسيف سلوي لا. كومو اون بو ليزيدي لنفترض سؤال. كومو اون بو ليزيدي كيف نساعدهم؟ ساعدهم لمين؟ فالمفروض يكون هذا هدول الاشخاص. هدول لازم يكون متمكن منهم الطالب، بيعرف هالنقاط القواعدية انه بتساعده على ترتيب الحوار. طيب بالنسبة لترتيب النص، شو في عندي مؤشرات؟ إذا قلنا في عندي تكست، كلمة تكست بيعرف إنه نص. بالإضافة لهيك كيف بساعده، ممكن ساعده ليرتب منطقيا هذا النص؟ هلا كنص نحن عم نشتغل مثل ما ذكرت قبل شوي ومثل ما ذكرت رفيقتي، انه نحن في عنا جمله بلشنا فيها النص وليس الحوار، بالاضافه للروابط اللي لازم تربط النص مع بعض البعض. يعني مثل ما قلنا دابور طالبنا بيعرفها، بوي انسويت فينالما، اي دلالات روابط منطقيه بتخليه يقدر يرتب اذا كان ترتيبنا هو نص وليس حوار. ممكن اضيف هلا ممكن الجمل نشوفه ما كلهم مبلشين بالماجيسكول بحرف كبير، ممكن الجمله تكون مبلشه بالمينيسكول بحرف صغير. فهذا ده يؤدي انه الطالب ده يعرف انه الجمله اللي قبلها عفوا تنتهي بفاصله وليس بنقطه، انه هي مكمله. هالجمله اللي بلشت بالمينيسكول بالحرف الصغير هي مكمله للجمله قبلها.
إذا في جملة تبدأ بحرف صغير فهو أكيد ما حيبدأ فيها، أكيد. لازم يبدأ بجملة بحرف كبير. أكيد. والتواريخ كمان. جمل تنتهي بنقطة. تمام. فالجمل اللي تنتهي بنقطة بعد ما بدي يكفي حرف كبير. حرف كبير. يعني تمام. أما كانت تنتهي بنقاط. فهي جملة ما انتهت. بيبلش بحرف صغير. حرف صغير. نعم. هي شغلات ممكن تساعد. طبعاً. ولكن طبعاً. الأهم شيء قراءة الجملة. فهم الجملة في تواريخ أيضا مثل ما ذكرتي أنسي نور، في تواريخ قبل تواريخ قبل بعد هي بتساعده، قد يكون هو مثل ما قلت بالإضافة للكلمات روابط، في عنا تواريخ قبل ذلك بعد ذلك مثل ما شفنا هذا النص. هي من وين ممكن يتساعد لحتى يفهم النص، لحتى يفهم هدول الجمل بعد هالاتصال. ألو تفضل، في معنا اتصال. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيكم. لو سمحت أنا أستاذ تعرفيني أسألك سؤال؟ تفضلي معي ليم. تمام. لين من دمشق. ايه طالبة بكالوريا يا لين. تاسع. تفضل. معلش سؤال. تفضلي طبعا. ايه هلا بالفرنسي في اخر الكتاب الملون في باخره تقريبا شيء 5 نصوص 6 نصوص، تمام؟ نعم. ايه من هون بيجي الترتيب ولا من نصوص الكتاب اللي عم ناخذها على مدار السنة؟ طيب، في سؤال ثاني يا لين؟ شكرا لك استاذ. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. بالنسبة لي نفس الملاحظة، ترتيب الحوار للتاسع أو للبكالوريا، هل يا ترى النصوص الترتيب تكون من الحوارات أكيد لا، اتفقنا أنه كل النصوص الموجودة بكتابنا مستهدفة سواء للفهم الكتابي أو الترتيب، فنحن الكلمات اللي طالعة ممكن تجيه بنص الكتابي أو بالترتيب، فما ضروري الترتيب يكون من النصوص الشفهية. هي نصوص مهمة طبعا، اذا لما الطالب بيدرسها وبيحضرها من اجل الفهم الكتابي فهو ايضا بيكون عم بيحضر لترتيب الحوار وايضا حتى لكتابه الموضوع، فكل شيء من مفرداتها بتلزمه ليستخدمها. ولكن ليس فقط هي النصوص المستهدفه في الترتيب، أكيد. من اي مكان بكتابه قد تكون هناك كلمه او جمله موجوده بالترتيب. نعم. طيب منضل بالترتيب سواء الحوار أو النص في كتير طلاب عم يتساءلوا هل إذا أنا جملة من الجمل هي اللي ما عرفت ترتبها ما طلعت صح بمكانها فهل أنا بأخذ علامة الصفر بترتيب الموضوع؟ طبعا نحن في عنا ترتيب معين ذكر بسلم التصحيح الذي أرفق بالنموذج. كل 3 جمل صحيحات بياخذ عليهم الطالب 25 علامة أينما وقعوا، المهم 3 بتسلسل منطقي صحيح. يعني إذا كتب مثلا بالرقم 1 عرف إنه جملة سي هي صحيحة والباقي كله خطأ، يعني ما عنده غير جملة واحدة صحيحة. أكيد لا. هذا لا يعتبر ترتيب. أكيد لا. لأنه لسه ما وضح عنا تماما ولا حصرا نبدأ بأول 3 جمل مرتبة بشكل صحيح. أقل درجة بده يكون في عنده 3 جمل مرتبة بشكل صحيح. لا يحصل على وتسلسل منطقي. سواء كانت في البداية أو في الوسط أو في النهاية أو في الوسط. تمام، فبياخذ عليها 25 علامة. المرحلة إذا الثلاث جمل هدول ما كانوا يعني إذا رتب 3 جمل الأخيرة بشكل متسلسل صح وهو مبلش فيهم حاططهم بواحد 2 3 نحن اتفقنا أنه أو 3 جمل بيكونوا مرتبين بشكل منطقي وين ما وين تمام. ما أجوا بياخد 25 علامة من أصل 40 طيب 4 جمل 30 علامة و5 جمل منزيد 5 5 35 والست كاملات بياخذ العلامة 40 الكاملة. إذا ما جملة واحدة ما عرف أو جملتين أكيد لا والباقي كله صح فبيحصل على علامات ولا بس يكون مع ورا بعضهم يعني مرتبين 3 مع ورا بعض وين ما ورد وين ما ورد. طيب في معنا اتصال. ألو 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 ايوه مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. لو سمحت بدي اسالك سؤال ممكن؟ ممكن بس اذا ممكن تعرفين على حالك وباي صف. فاديا من صف تاسع. فاديا صف تاسع، اهلا وسهلا يا فاديا. تمام. هلا الموضوع انه اذا كان مطلوب قالت لنا الان انه اذا كان اكثر انه لازم يكون 50 كلمة بالنسبه للتاسع. نعم تمام. نحن هلا اذا الواحد مثلا نقص انه مثلا شيء 5 كلمات اذا نسيناهم يعني وقت الفحص ما بيتصحح الموضوع؟ طبعا بيتصحح
ونحن بنسامحكم، تكرم عينك يا فادي. سلم إليك أستاذ، أهلا وسهلا. اليوم اتصالاتنا تاسعة أكثر من البكالوريا، أكثر البكالوريا الأدبي، مع أنه الندوة مخصصة للبكالوريا، ولكن بنحب يعني نجاوب على فادية بشكل أكثر. 50 كلمة، 50 كلمة مطلوبة، سواء إذا نقصوا زائد 8 كلمات أو 8 كلمات زيادة ما في مشكلة، ما في مشكلة. وإن شاء الله يعرفوا يعدوا الكلمات صح، ويكون في معنا وقت نشرح أيضا طريقة هذه الكلمات. الكلمات. نعم. في معنا اتصال ثاني. ألو. ألو. تفضل. كيفك أستاذ؟ أهلا وسهلا. أيضا من عنا من حلب. الأستاذ من مشان ترتيب الحوار. نعم تفضل. في عنا جملة استفهام وجملة جواب. نعم. هلا أنا عندي العذر. كيف بدي أطالع الجملة الأولى؟ يعني رقم واحد. نعم. في سؤال ثاني يا عبد المعين؟ يعطيك العافية. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك. إذن هو هاجس الجملة الأولى، لأنه على ما يبدو إذا عرف الجملة الأولى راح يتعلق البقية كلها فيها. الجملة الأولى إذا نرجع منذكر معلش مرة تانية، إنه بتكون متعلقة بالموقف التواصل أو بهالجملة المحطوطة فوق المربع المكتوب فيه الجمل التوصيل. إذا ذكرنا إنه كيف يفكر منطقيا، ليش بقية هالجمل أو بقية هالأسئلة هي مو هي اللي بلش فيها، نرجع منذكره. ما رح يكون في أدوات، ما رح يكون في أسماء إشارات. يعني إذا سألت أنا هذا السؤال وانت فهمانه، هل يجوز ان يكون هذا السؤال هو اول شيء مثلا لماذا هم سعداء؟ لنفترض هذا إيل، استخدمت إيل إلى ذلك اس وإيل وال، وبعد السؤال اللي بعده لحتى عرفت انه هالال هي روزا باركس. فهل يجوز انه يعني معقول اسال من هي كيف حدوها قبل ما نتعرف على الشخصية، قبل ما اعرف من هي؟ تمام. ففي اشياء بالجمله بيمكن تدلك إذا هل يجوز أن يكون هذا هو السؤال الأول أو لا. ونصيحة، بعد ما بترتبوا جمل بشكل كامل سواء كانت حوار أو نص، تعيدوا قراءتها بالترتيب اللي أنتوا اخترتوا. إذا بعد ما انتهينا من الترتيب عيد قراءة، هل هذا الترتيب أقبله منطقيا ويجوز أن يكون بهذا الشكل أو لا يقبله العقل، وبالتالي لازم أرجع فكر بطريقة تانية. فجربوا تحلوا، ترتبوا على المسودة، اقرأ هذا الترتيب بعد ما بنتهي منه وفكر هل هو منطقيا صحيح أو لازم غير. إذن القسم الثالث من المهارة كان عندنا الترتيب، ترتيب حوار أو ترتيب نص، والقسم الثاني يخص الموضوع الكتابي، الشائعات الكبيرة والشائعات الكبيرة أنه موضوعنا هو من خارج الكتاب. نعم. يعني بدنا نطمنهم أنه ما في عندنا أكيد. ففي عنا شيء اسمه خارج الكتاب. طيب لكن من وين الموضوع وكيف يحضروا لي؟ تمام. موضوعنا هو من داخل الكتاب، أكيد هو مو نفس الموضوع اللي موجود بكتابنا تماما، ولكن مجرد نحن بمهارة الاستيعاب الشفهي أو الكتابي حصلنا على كلمات، فهي هي أدواتنا لكتابة موضوع. طالما الطالب تمرن بالأنشطة سواء كانت بالكتاب أو بدفتر الأنشطة، فهو حصد أكبر كم ممكن من المفردات اللي بتساعده لكتابة الموضوع. نعم. عشان هيك منقول إنه هو موضوعنا من داخل الكتاب وليس من خارج الكتاب. نعم. ناخد مثال. في عنا إذن موضوع بالوحدة الثالثة، ولكن مثل ما ذكرنا قد يكون هذا الموضوع هو مستهدف ويأتي بهذا الشكل، وقد يكون موضوع مماثل له. تمام. طيب أنا كطالب هل أنا قادر على أني أكتب موضوع مماثل؟ من وين بدي أتدرب لأتمكن أني أعمل موضوع مماثل؟ نبدأ من أنشطة اللي هي بالصفحة 54. صفحة 54 طبعا بعنوان production écrite، وبكل وحدة درسية في عندي صفحتين تحضيريات حتى يتمكن الطالب من كتابة الموضوع. نعم. شو بيفيدوني هالصفحتين؟ بيفيدوني أتعلم جمل، أتعلم تراكيب. يعني أنا بنصح طلاب أنه هالجمل يحفظها، يفهمها، يقدر يكتبها لحاله. نعم. لأنه كتير بتفيده أنه نحن الوقت دا يجي الموضوع دا يجي من هالتدريبات اللي هو تدرب عليها. إذن بيبدأ بالتدرب من الكتاب. نعم. بصفحات
البرودكشن اكريت بصفحات البرودكشن اكريت في عنده قد يكون نشاطين ثلاثة او اكثر تدريب لحتى يتمكن بعد ما بيحل هاي التدريبات من انه يكتب موضوعه الموجود بالكتاب. تمام. ولكن بتفيده ايضا اذا اجى موضوع موازي مثل ما نحن عم نحكي الموضوع ده يكون مماثل، فمن وين نجيب المماثل؟ لنجيبه من هالتدريب اللي هو تدرب عليه طوال السنه الدراسيه. طيب خلينا لكان ناخذ مثال الوحده الثالثه. هلا الوحده الثالثه اللي نحن كان مطلوب فيه منه هو المطلوب لحتى يكتب منه موضوع بالكيه صفحه 38 صفحة 38 بالكتاب دفتر الأنشطة. الأنشطة نعم. دفتر الأنشطة شو مطلوب منه يكتب؟ موضوعنا كان اكرير ان ارتيكل. أول شيء طبعا لازم يفهم شو هو الفورم تبع الموضوع، هو ارتيكل بور اكسبوزي لان دي بروبليم كو رونكونتر لي فام دون لو موند. بده يعرض مشكلة. يا ترى من وين بده يجيب الطالب ليعرض مشكلة؟ فنحن بكتابه بس النساء في العالم بكتابه عرضنا له مشاكل، عرضنا له، فهو ممكن يختار أي مشكلة موجودة بكتابه ويحكي عنها. رح نرجع لهي الأنشطة ونشوف بالضبط كيف بده يعمل فيها. فما رح يجي يخترع هو جمل أو بده يخترع قصص ما بيعرفها، ممكن ما عنده ثقافة توصله شو هي المشاكل المرأة. فنحن عرضنا له مشاكل، عرضنا له حقوق غير محترمة مثلا في بعض الدول، وهو بس بيختار اللي بيشوفه مناسب بيعرضه بطريقته. طيب إذا هو بده يكتب مقال كشكل تماما بده يعرض فيه مشكلة للمرأة، وكمان شو بده يعمل؟ بده يعطي مثال، يعطي مثال تماما ويقترح سوليسيون حل. طيب رح نرجع لكتاب الأنشطة نشوف كتاب الكتاب التمارين الطالب الطالب لنشوف كيف اذا حل هي التمارين بيتمكن من كل شيء مطلوب. هلا في عندنا التمرين الاول بالصفحه 54 عرض لبعض مشاكل المراه في العالم. مثلا المشكله يعني هي بور ان ميم بوست لا فام ان سالير بلو با كو سولوي دو لوم، يعني بنفس المنصب المراه راتبها اقل من الرجل، فعرضنا نحن مشكله. اذا مجموعه من المشاكل عندنا مجموعه من المشاكل نرجع نستعرضهم كمان بعد الاتصال. الو 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 تفضلي. نغم. ايه نغم من حما. الو مرحبا. اهلا اهلا يا نغم تفضلي. استاذ بس بعد اذنك بدي اسالك عن موضوع المرأة. نعم تفضلي يا نغم عم نسمعك. انه نحن بالكتاب كاتبين لنا مشكلة عن مرأة. نعم. اذا اجانا نتحدث عن مرأة ونحن كتبنا مثلا العنف ضد المرأة او عمل المرأة لساعات طويلة. نعم نعم يا نغم. ايه انه نحن بتخصصوا لنا انه نكتب عن العنف او موضوع ثاني، او نحن من عندنا نحن بنكتب شو المشكله اللي بتعاني منها. طيب في سؤال ثاني يا نغم ولا هذا سؤالك؟ لا هذا شكرا كثير. اهلا وسهلا يلا تابعينا. اذا هل ممكن نخصص لهم مشكله معينه ليحكوا فيها؟ هل ممكن نحكي عن العنف ضد المرأة نطالبهم يحكوا بهي المشكلة؟ طيب إذا يا نغم بالنسبة هل مذكور بهي التدريبات اللي عم نحكي عنها بصفحة 54 والصفحة 55 بهي التدريبات هل مذكور مشكلة العنف ضد المرأة؟ إذا هي مذكورة فبتصيري انت مطالبه انك تعرفي عن هاي المشكله، اذا هي مو مذكوره ما رح نطلب منك تحكي عن مشكله معينه تخص المراه غير مذكوره بهي الانشطه. هاي اول شغله. اذا نحن عم نحكي اذا بتتبعي معنا يا نغم بالذات عن الوحده الثالثه اخذينها كمثال طبعا، وكيف رح يجي موضوعها من وين رح يجي موضوعها. اذا انسي منى كنا عم نقول انه في عنا هون مجموعة من المشاكل تمام يلي بتخص المرأة. مثال انه اذا اخذنا انه الرجل والمرأة اللي بيشتغلوا نفس العمل ما بيحصلوا على نفس الراتب او راتب الرجل بيكون اعلى من راتب المرأة تمام. وكذلك بقية المشاكل. هلا التدريب الثاني اللي ممكن بيستفاد من الطالب من هي انه بياخد المشكلة مجموعة من المشاكل تخص المرأة. هلا هو موضوعنا بالكتاب انه مشكلة بدي احكي عن مشكلة وحدة ممكن يختار الطالب ممكن يختار الطالب احداها. نعم. التدريب الثاني بيقول لك انه اعطيني رياليتي يعني حقيقة اكزامبل ريال. نعم. من يمكن من المحيط اللي انت عايش فيه.
يلي ممكن يضيف يعني هاي المشاكل، ممكن في عنده مشاكل غيرها، وبالتالي ممكن يكتب جملة يذكر فيها مشكلة أخرى. تماما. نعم. والتدريب اللي بعده هو التدريب السؤال الثالث هو الاكزامبل، لنا عم يعطونا اكزامبل لشان نربطهم مع هالمشاكل أمثلة. اللي على عرضوها. آه. مجموعة أمثلة، في يعني إذا مجموعة أمثلة والطالب بده يربط مع المثال مع التدريب الأول. تمام. يلي هو يشبه أي هذه تعتبر مشكلة راتب ولا مشكلة جنسية ولا تمام. مشكلة تمام. نعم. إذا لما بيمشي الطالب بهي التدريبات الثلاثة بيصير قادر على كتابة موضوع الموجود بكتاب الأنشطة أو أي موضوع أو أي موضوع ثاني، لأنه اللي ديجي ديجي من هال من هالجمل من هال من هالتدريبات. تمام. طيب أنسي نور، إذا بنحكي أكثر عن المواضيع، شو بتحاسب أنا كطالب لما بكتب موضوعي هذا؟ تمام. شو هي الشغلات اللي بتحاسب عليها؟ في عنا الكونسين واللي بنسميها صيغة السؤال، لازم يتقيد فيها الطالب بكل تفاصيلها شو هو المطلوب فيه. يعني طيب. على سبيل المثال لما بينطلب منه انه يكتب رسالة. طيب في عنا اتصال ومنرجع معلش مقاطعي. اوكي. الو تفضل معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. نازل جودون مونافي. تحية. جودون مونافي. الو عبد الرحمن. اي معك. نعم. جدون مفي سؤالك هو شو؟ ايه ايه عبد الرحمن شو سؤالك؟ انه كيف ندرسها بنحفظها يعني؟ طيب جدون مونافي هي فقط تدريب مباشر سواء كان بعد الشفهي او بعد الكتابي لحتى تحكي جملة واحدة او لتكتب جملة واحدة او جملتين بخصوا نفس الموضوع يلي سمعته أو نفس الموضوع يلي قرأت عنه، مجرد تدريب وهذا ليس موضوع وغير مطالب أنك تحفظه. تمام. شكرا. أهلا عبد الرحمن. في معنا اتصال تاني. ألو. ألو مرحبا أنسي. أهلا وسهلا. هلا موضوع الفرنسي بالمنهج الحديث بيجي داخل الكتاب ولا بيجي موازي؟ طيب يا را معناها ما كنت عم تتبعينا مو هيك؟ لا. يلا بنرجع نحكي سريعا. في اي سؤال ثاني؟ ايه عندي سؤال. صفحه 69 بالكتاب الملون. صفحه 69 بالكتاب الملون. نعم شو سؤالك؟ شو سؤالك؟ ايه هلا السؤال الاول رقم 4 ليش يعني شو جوابه وليش حطيناها هيك؟ طيب في أي سؤال تاني يا يارا؟ لا. طيب يلا تابعي معنا. إذا السؤال الأول كان بخصوص الموضوع وخارج الكتاب وداخل الكتاب، إذا ممكن أنسي نور نرجع حكينا مطولا عن الموضوع. أكيد نحن لما قلنا موضوع مماثل يعني الطالب لما درس بشكل جدي الاستيعاب الشفهي والاستيعاب الكتابي حصل على كلمات، حصل على مخزون ساعده لحتى يوصفه ويكتب الموضوع، بالإضافة للصفحتين البرودكسيون إكريت المودين بكل وحدة درسية حسب المواضيع الخاصة فيهم. فإذا موضوع مماثل، منقول موضوع مماثل فهو لمحتوى الكتاب، من بيوظف كل الكلمات اللي أخذها لا يكتب فيها هذا الموضوع. وما في شيء اسمه خارج الكتاب أو شيء بموضوع ما بنعرفه نهائيا عن شو أو ما تدربنا فيه أو ما اشتغلنا فيه ضمن التدريبات الموجودة. أما بالنسبة لسؤال الثاني هو تمرين بخص الشرط واقعة الشرط، بس أنا بدي أذكر على بدي أذكرها أنه ما في أنه هاي التمارين مجرد تدريبات لحتى ليارة لحتى يتمكنوا من يحلوا التمارين اللي بدها تجيهم بسواء دفتر تمارين أو بالامتحان. إذن هاي مجرد تدريبات ما حيجيهم نفسها بالضبط، وبالتالي هن ما رح يجيهم هاي الجملة أو هاي بالحل بهالشكل. أما إذا ما كانت فهمانة ليش وكيف، فالمفروض في عندنا قاعدة بسيطة هي قاعدة الشرط، لازم ترجع لها من إلا ليارا. سي بلس بريزون فوتور، سي بلس امبارفي، والسي بلس بلس كو بارفي. إذا ترجع لهي القاعدة وشو هي الأزمنة اللي بتخص هي القاعدة لا
تتمكن بالنسبة لموضوع الشرط الأزمنة اللي بتناسبها، رح تجي إذا بهذا الشكل. بينما هون عم يطلبوا كانوا منهم يحطوا الفيرب بالكونديشنال بريزون أو بالكونديشنال باسي، مجرد تصريف، ما رح يكون تمارين بهي الشكل. يعني الجملة معناتها الجملة اللي تيجي بالامتحان ده يكون فيها أداة الشرط واضحة، سي الفيرب الأول يلي هو بالبريزون بياخذ الفيتور أو الامبارفي بياخذ كونديسيونيل بريزون، أو البلوس كو بارفي بياخذ كونديسيونيل باسي. وبذكر إنه قد تكون الفعل اللي مع سي هو الناقص طبعاً أو طبعاً جوابه طبعاً الجواب الشرط الثاني هو الناقص. يعني مجرد اختيارات. هالتمرين ممكن طرح كتير أسئلة يعني عليه كتير طلاب، فمن قال لهم الطلاب ما رح يجيكم هيك بالامتحان، دي يجيكم القاعدة بسيطة وفعل مصرف لازم تتعرفوا على الزمن. طبعا. ما أعرف إذا بدي أختاره أو لا. طيب منعود إذن لسؤال نص الموضوع. إذن كل موضوع في إله نص كونسين لازم يتأيد فيها الطالب. أنا كنت عم بعطي مثال قبل الاتصال، على سبيل المثال إذا طلب مني أكتب رسالة، فأنا لما بدي أكتب رسالة فبدي أتقيد بالتاريخ الموجود الأقصى اليمين، بقلبه فيه لازم يكون المكان والتاريخ، لازم أتأيد بالاسم المرسل والمرسل إليه، لازم أتأيد بالفورميول، في عندي فورميول دابيل شير إلى آخره، في عنا الفورميول مثلا بوليتيس بالاخير ابيانتو الى اخره من هذول، وتوقيع من تحت سيناتور. الشق الثاني ممكن يكون اذا انطلب مني مثل ما ذكرنا قبل شوي اسباب نتائج، فانا مثلا سببين يعني بدي اكتب سببين، ما بدي اضيف ثلاثه حتى لو كان صحيح. هذا اللي بنسميه احترام نص السؤال المطروح، احترام الكونسيني الموجودة. هلا على فكرة اللي بيساعدوا على هذا الشيء موجود بدفتر الأنشطة من كل وحدة، إذا مننتبه جمعولي موجود على سبيل المثال بصفحة 39 حاليا بوحدتنا، في عدة معايير بتقيس إذا أنا تأيدت بكتابتي للموضوع بشكل صحيح. فينا نتبع إذا على الشاشة ونشوفها، في عندي وراء بعد كل موضوع إذا مجموعة معايير ليتمكن الطالب من التقييم نفسه. تمام. أول وحدة مون إكريتور إليزيبل، هل هي كانت كتابتي مقروءة؟ نعم. جي دوني ان تيتر اديكوا، طبعا نحن هون كان مطلوب منا على سبيل المثال نكتب ارتيكل، لما انا بدي اكتب ارتيكل فانا بحاجه لتيتر، بحاجه لعنوان ابدا فيه، جمله ابدا فيها موضوعي، انتروداكسيون مقدمه وعرض وجمله ختاميه، مع احترام شكل كتابه موضوع الارتيكل، يعني ضمن باراجرافات ضمن مقاطع تماما مستقله، وايضا من السورس او المصدر او التوقيع تمام. رقم 3 جي كومونسي بار بريزونتي لو بروبليم، كان مطلوب مني مثلا اذا نحكي عن مشكله مثل ما ذكرنا لازم يكون عباره ومقال، لازم يكون في جمله، بلش بالمقدمه تبع المشكله، اسال عن الاورتوغراف او الاخطاء الاملائيه والقواعديه. تمام. ايضا يحاسب عليها وكيف يحاسب عليها؟ كثير متساهلين نحن الفرنسي بمحاسبه على الاخطاء، طبعا اول 5 فهي مسامح فيها تماما، من بعد الخمسه منبلش، اول من بعد الخمسه كل 3 اخطاء، كل 3 اخطاء يعني اول 8 اخطاء املائيه تقريبا تماماً يروح علي جزء تمام، 8 علامات ليصير يبلش يخسر من اخطاء حتى يبلش يخسر. في شغله فاتتنا كمان لما عم نحكي بموضوع كتابه الموضوع، انه انا اليوم مطالب ب 80 كلمه، لازم 15 كلمه تكون مفردات تتضمن المشكله اللي انا انطلب مني اكتب عنها. ننتبه مفردات من غير تكرار، من غير يعني استرسال فيها، المفردات تماما اللي بتقدم تماما غنى بالكلمات، غنى بالكلمات وليس استخدم كلمه واحده وتم يكررها كل الوقت تماما. ايضا كتب ضمن 80 كلمه مثل ما حكينا زائد ناقص 12 كلمة فيما يخص البكالوريا. صحيح صحيح. اعتمد أدوات ربط بالجملة، لأنه بالبكالوريا المفروض يكون في عندي جمل مترابطة وليس جمل مستقلة وقصيرة، عندي علامات الترقيم كمان، وعلامات الترقيم ما ينساهم طالب عليهم استفهام علامة الأكسونات بتعتبر من الأخطاء أخطاء الأورتوغراف. إذا هي بالنسبة للموضوع وكيف سيحاسب على الموضوع. طيب الشيء أيضا المهم نحن بندوتنا باعتبار عن الأدبي والشرعي الملحق
الأدبي. تمام. طيب بالنسبة لي الملحق الأدبي أنا كيف بدي أدرس كطالب هذا الملحق الأدبي؟ شو تركيزي بدي يكون؟ بعرف أنه بدي يجيني نص مش صحيح؟ تمام. نص وعليه أسئلة، أربع أسئلة، اختيار متعدد أو أكثر أو أقل، رح نشرح ونشوف. طيب أنا كقادر كطالب بكالوري أدبي أقرأ نص أدبي وافهم هذا النص الأدبي مثل ما فهمت هاي النصوص اللي درسناها النصوص العادية؟ شو طبيعة الأسئلة؟ كيف تكون الأسئلة؟ بالنسبة للنص الأدبي مطالب الطالب بس نقيس الطالب مو بفهمه للمفردات النص، ننقص الطالب بفهمه للتراكيب او المفردات النوع النص نوع الادبي نوع الادبي تماما، المفردات الادبيه يلي موجودين بالوحدات بكتابه الملحق. اذا النص لن يكون يحتاج الطالب ان يفهم هذا النص لا الادبي، لن يحتاج مين عم يحكي مع مين وعن شو كذا مثل ما حكينا بالنسبة للنصوص العادية بكفي يعرف هذا النوع، لازم يعرف النوع يلي هو بيس دو تياتر هذا مطلوب منه، ومطلوب منه رومان بوليسيه الرواية البوليسية والمسرح المسرح تمام. فهو عرف نوعه عرف خصائصه هلا بدنا نحكي عليهم بالتفصيل. طيب شو هي اذا المطلوب الوحدة الاولى او عفوا القسم الاول والقسم الثاني؟ تمام. القسم الاول القسم الأول عن نارير أوتياتر. نعم. إذا بنفتح صفحة الأهداف موجودة بكتاب الملحق صفحة 6. نعم. الطلب الأول هو يكون الأوبجكتيف عفوا الهدف الأول هو كونيسونس جينيرال كونسيرنون موليير اي سي بيس دو تياتر. فإذا البحث كله عم يتناول موليير وأعماله. فالمطلوب إنه يطلع الطالب فيما يخص صفحة 7 عارفان. نعم. إنه الأ والبي والسي والدي هدول أعمال خاصة بموليير. مولير لو بورجوا جانتيوم لو مالاد ايماجينير لافار و لي فام سافانت. نعم. ننتقل للمرحله اللي بعدها هي الاوبجكتيف الثاني الهدف الثاني هو كونيتر لي كاركتيرستيك دو كوميك. اذا بالنسبه لهي المسرحيات اذا بدنا نعطي مثال اذا اجى نص من هي المسرحيات ومكتوب بيكون اي من اي مسرحيه ممكن يجي سؤال يسال هل الكاتب هو مولير تماما او كتاب اخرين اغاتا كريستي او شو درس الطالب اذا مين الكاتب. فمجرد المامه باسماء المسرحيات الموجوده بصفحه 7 قدر نعم. يجاوب جواب صحيح عن السؤال اذا كان هي من كتابه مولير او غيره. نعم. بالنسبه للكاركتيرستيك اللي بتخص مولير الكاركتيرستيك موجودين بصفحة 10 هن بصفحة 9 أيضا فإن معلومات بتخص مولير تمام مولير إيه جنسيتو جنسيت مولير فرنسي كنديان إلى فيكو القرن اللي عاش في مولير سيت افون تو ان بيهمنا دراماتورج بويت ميوزيسيان هدول الكلمات. اذا شو هو كان بالضبط اي نوع من الكتاب الروائيين ولا المسرحيين ولا شعراء ولا الى اخره موسيقيين ولا اخره الي مور توفيا وذاكرين بالعمر. في معنا اتصال وبنرجع من كفي. الو مرحبا اهلا وسهلا كيفك اشتغل؟ اهلا وسهلا تفضلوا مين معك؟ بتسألك عن موضوع الفرنسي بالتاسع. موضوع التاسع نعم. هلق هو موازي ومن داخل الكتاب. نعم. نعم يا نغم تفضلي. بس هو بالكتاب التمارين والأنشطة واللي بكتاب الطالب. طيب. أي سؤال تاني أنا هم؟ بس هيك. طيب شكرا شكرا. إذا بالنسبة للتاسع في عنا أيضا نفس الشيء إنه من وين بدهم يتدربوا على هذا الموضوع الموازي هو موجود عدة أنشطة في الكتاب وفي دفتر التمارين. في أنشطة بالكتاب وبدفتر التمارين تخص قسم مكتوب برودكشن إكريت. هاي الأنشطة تدريب عليها وحلولها بتأدي إلى أنه يكتبوا سواء موضوع الكتاب نفسه أو مواضيع أخرى موازية ومشابهة لها. نعم. بيرجعوا بعيدوا بيدرسوا بيحفظوا شو فيها هاي الأنشطة بالذات بخصوص المواضيع. تمام. منكفي مع مولير. تمام. ننتقل على الأوبجكتيف الثاني اللي هو كونيت لكاركتيرستيك دي كوميك واللي موجودة بصفحة 10.
نعم هي هي أمامنا على الشاشة. طبعا صفحة هامة تخص الكاركتيرستيك اللي عم نحكي عنهم موجودين. إذا الكوميك دو جيست. دو جيست، الكوميك دو مو، الكوميك دو سيتياسيون، الكوميك دو كاركتير، والكوميك دو مورس. نعم. إذا منشوفهم موجودين بالجدول تعاريفهم. إذا كل نوع وهناك تعريفه. تمام. فإذا بدي أعطي مثال كيف ممكن يسأل الطالب. هذا بيساعد الطالب إنه يعطول بيجي بالامتحان التعريف وعليه كتخ شوى لحتى يختار أي خيار بيناسب هذا التعريف. يعني أنا لم. يعني نفترض النص المسرحي الكوميك يلي إجا هو في نوع معين من الكوميك. تمام. فنحن بنعطيه التعريف. أوكي. ومنخيره بين انواع الكوميك الموجوده، هل هو كوميك دو جيست يعني او كوميك دو مو او دو سيتياسيون الى اخره. فمثال اذا بنشوف الرقم 3 مثلا، باسكو لا سيتياسيون دون لاكيل سو تروف لي بيرسوناج في رير اون ابل سولا، اون ابل سولا لو كوميك دو سيتياسيون دو مو دو جيست، كوميك دو مو او كوميك دو جيست. فعلى الطالب يختار. فهدول صفحة إذا صفحة مهمة، صفحة مهمة يدرسوها بهالشكل، لازم يدرسوها بهالشكل. نعم. أي شيء ثاني بخصوص الشابتر الأول اللي بخص الكوميك؟ طب أنا بلاحظ إنه بالنهاية في عندي موضوع أيضا بده يكتب طالب موضوع. هل هاي المواضيع مطالب فيها أيضا طلاب البكالوريا؟ ممكن يجيهم هاي المواضيع البكالوريا الأدبية يكتبوها كموضوع؟ لا، هي بالحقيقة المواضيع الأساسية اللي مطلوبة للامتحان. نعم. هي من مواضيع الكتاب الأساسي. نعم. هون فقط للتمرين، يعني للاطلاع على للتعمق أكثر بالشابيتر، ولكن غير مستهدف بالامتحان النهائي. إذن موضوعهم التعبير رح يكون من الكتاب وليس من. نعم. الملحق الأدبي. نعم. أيضا صفحة مهمة بهذا الشابيتر 17، صفحة 17 تماما، لكسيك دو تياتر. هي المفردات مهمة كتير. تمام. وأيضا ستكون موجودة ضمن الأسئلة تبعيته. أنسمونا ممكن نطلع عليها. في عندي الأناكت، إن سين، إن ريبليك، إن تيراد، إن مونولوج، إن ديداسكالي، إن كيبخوكو. هل هذا الطالب مطلوب منه يفهم تعريفهم؟ هل هدول كيف دا يجوا؟ دا يجي مثلا من النص جمله محدده في النص، بنقول له هل الجمله شو كانت موقعها من النص؟ هي مثلا هل هي ريبليك ولا هي هل هي تيراد هل هي مونولوج؟ على عكس الكوميك دا يجي مثل ما اتفقنا انه دا يجي تعريفه ويختار النوع الكوميك المناسب له. بينما هون نحن بدنا نقيس فهمه لهالجملة الموجودة، عرف انه هو كمفردات تخص المسرح، نوع المسرح الكوميك او نوع المسرح ايضا بشكل عام. بشكل عام طبعا. بشكل عام. طيب هي بما يخص الشابتر الاول اللي. نعم. هو المسرح المولير والكوميدي المولير. نعم. طيب بالنسبة للشابتر الثاني ايضا المطالبين فيه هو شابتر 2، هو عن الرومان بوليسيير او البولار. بولار ايضا شو بيدرس فيها الطالب؟ شو بيركز فيها الطالب؟ كمان كونيسونس جينيرال كونسيرنو لو رومون بوليسيه. نعم. معارف عامه عن الرومون بوليسيه. بيهمني يعرف الطالب طبعا في مجموعه من الروايات البوليسيه موجوده بكتابه. فبيهمني يعرف الطالب مين كتب، شو اسم الروايه، مين كتبها، وشو هي الشخصيه الاساسيه في هالروايه. هي موجود بصفحه 22 هذا 22 23. نعم. هذول كثير. نعم. هامه. فينا ناخذ مثال؟ المثال ممكن ناخده مثلا شارلوك هولمز طبعا هو الرومان البوليسي اسمه اون اتود اون روج. اذا اون اتود اون روج هو التيتر تماما، هو الاسم. كاتبه مين؟ كاتبه هو ارتور كانو كونو دويلي او دويل. دويل تماما. اذا اسم الكاتب الروايه اللي كتبها والشخصيه الرئيسيه اللي فيها اللي هو شارلوك هولمز، وده يعرف انه هو ديتكتيف او كريمينال. نعم. وكذلك بقية المجموعات الثانية. نعم. والثالثة والصفحة الثانية. إذا الروايات البوليسية المشهورة مين كتبها، شو هي الشخصية وشو هو دورهم، دور الشخصيات هاي، وأصلا بده يصنفها بالجدول. طبعا. الموجود بالصفحة 23. هلأ كيف ممكن يجي هيك؟ ممكن يجي مقطع من رواية مكتوبة نذكر له اسمه، الاسم هو بدي مين الكاتب. تماما. ممكن نطالع الشخصية الرئيسية اللي كان هي ديتكتيف أو هي اللي هو عارف. كمان كله اختيار من متعدد. طيب. في معنى اتصال ونرجع. ألو.
الو الو ايوه تفضل. مرحبا استاذ، كيفك؟ اهلا وسهلا استاذ، بس عندي سؤال مشان ترتيب الحوار. معي محمد بن حمر. محمد بن حمر. اهلا وسهلا تفضل يا الله يخليك استاذ. مشان ترتيب الحوار. نعم. اي محمد، ترتيب الحوار. ترتيب الحوار تبع من وين؟ فانا اول جملي. الو ايه عم بسمعك، تفضل تفضل. ترتيب الحوار اول جملي وثاني جملي سهلي. اول جملة عرفنا انه مقدمتها انه بتكون بونجور بونسوار. طيب ايه. لا 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 يا محمد، اكيد لا لا يا محمد، انت مو بكالوريا. وبس الجملة الثالثة والخامسة خاصة دوس طبيعي. ايه لك بكالوريا وبدنا نقيس البونجور والبونسوار يا محمد، معقولة؟ شلون؟ معقول تكون طالب بكالوريا وبدنا نقيس بونجور وبونسوار لا لا أنا أحكي مثال أنا يعني. ايه يعني مثال ايه. إنه طيب طيب فهمت عليك السؤال يا محمد. الجمل طيب أنت لا سألت. ما قصد هيك، بس أنا قصدي إنه في البداية راح تكون معروفة والجملة الثانية معروفة. طيب بس الثالثة والخامسة. طيب طيب يلا تابع معي. إذا محمد كل سؤال أنت عرفت السؤال وعرفت جوابه، بناء على هذا الجواب يربط ايه؟ فيه السؤال الثاني. وبمعرفة السؤال الثاني أيضا في له جواب خاص ما بينفع إلا هذا الجواب، وبناء على الجواب الثاني يربط فيه السؤال الثالث وهكذا. ماشي تمام. هذا هو المقصود بالترتيب المنطقي للحوار. تماما ايه وصل الفكره. تمام تماما. هلا محمد. هلا محمد. اذا منتابع ايضا بالنسبه للبولار، كنا عم نحكي شو هي الشغلات المهمه ايضا لازم نركز عليها. في عندنا بعد اللي حكيناه صفحه 25 من الانكس، المفردات المتعلقه بالروايه البوليسيه مثل كريم، شو نوع الجريمه، هي كانت فول ولا اساسينا ولا انليفمون. في عنا لو موبيل و الغيزون بور لاكيل لو كريم ا ايتي كومي. في عنا لو كوبابل، لو كوبابل، لا فيكتيم، لا فيكتيم، لو مود اوبيراتوار، لانكيت. لانكيت هلا طبعا. ممكن كيف تيجي هيك سؤال كمان ممكن لو تيموان، لو سيسبي ايضا، لانكيتور ايتترا ايتترا. وايضا بالنسبه للبوند ديسيني في عنا نوع ليس ادبي وانما نوع فني، البوند ديسيني ايضا صفحه 26. بهمني اعرف كمان المفردات المتعلقه بال يعني ممكن تكون تجينا كخيارات خيار مشتت. نعم، هل هذا النص هو بوند ديسيني ولا هو كذا ولا هو كذا. تمام. طيب اذا هي بالنسبه لي اهم الاشياء اللي لازم نركز عليها بالشابتر الاول والشابتر الثاني. باختصار النوع الادبي، خصائص هالنوع الادبي، والمفردات المتعلقه سواء بالمسرح هذا النوع الادبي. هذا هو اللي رح نسال فيه. تمام. نرجع من نقول اذا لن نسال عن فهمنا الفهم للنص الادبي، لا بالعموميات ولا بالتفاصيل أبداً. ولا بالتفاصيل. طيب لازم ننهي نطلع على شكل نموذج اختبار متكامل في معنى اتصال. الو الو ايوه تفضلوا. بس اذا تريدي عندي سؤال للندوي. تفضلي اهلا وسهلا. بتعرفي عن حالك ومن وين؟ انا ميلاندا من حمص. اهلا وسهلا تفضلي يا ميلاندا. تفضلي شو سؤالك؟ ويا ريت تسمعينا من السماعه مو من التلفزيون. اذا بتريد هلا مشان ترتيب الحوار. انه انا مثلا رتبت اول جمله صح. نعم نعم. والثانيه صح. نعم. ايه انه باخذ عليهم علامه انه اذا الباقي ما كانوا صح باخذ علامه ولا لا. طيب بالنسبه للبكالوريا اذا عندنا 6 جمل، ترتيب نعم. جملتين ما جمله او جملتين ما باخذ عليهم اي علامه. ذكرنا انه اعتبارا من ثلاث جمل مرتبه بشكل صحيح لحتى نبدا ب 25 علامه العلامات، وهي 25 من 40. ثلاث جمل مرتبين منطقيا صحيح سواء كانوا بالبدايه بالوسط او بالنهايه ببدا اخذ العلامه واللي هي 25. يعني اذا كانوا اول ثلاثه صح بس اول ثلاثه اخر ثلاثه اللي بالنص
باخذ علامة وين من كانوا بشكل صحيح باخذ علامة 25 من 40. تمام باخذ 25 على 3 جمل صح؟ نعم، أربع جمل بيصيروا 30 وأكثر خمسة وخمسة وهيك ليصيروا 40. طيب ماشي، يعطيك العافية. الله يعافيكي، أهلا وسهلا. إذا النموذج المطور، إذا مثل ما شايفين عندنا أول شيء متبع على الشاشة نص يليه مباشرة أربع أسئلة صح أو خطأ، لكل سؤال 10 علامات 40 علامة، وأربع أسئلة اختيار من متعدد 5 6 7 8 لكل واحد منهم 20 علامة، 80 علامة، وبالتالي بتصير العلامة 120 علامة لأول للفهم المتن الكتابي. نعم. ثانيا الجزء الثاني اللي بيجيهم النص الأدبي، أيضا نص أدبي، ونحن نزال ضمن فهم الكتابي نص أدبي عليه أربع أسئلة، أربع أسئلة 25 علامة كل واحدة، 25 علامة، 100 علامة للنص الكتابي. نعم، أيضا اختيار من متعدد. نعم. ندخل من بعضهم في قسم يخص القواعد، 10 جمل أعتقد صحيح؟ تمام، 10 جمل، كل جملة عليها 8 علامات، وتعتمد على طريقة كمان الاختيار وليس كتابي، ما في شيء بنكتبه وإنما هي الطريقة الأسهل. يعني هو نصيحة بننصح فيها الطلاب بالصح والخطأ، أنه يرقموا صح ويكتبوا فقط كلمة صح أو خطأ. نعم. نقبل إشارة الصح أو إشارة الخطأ، إنما لا نقبل لغات أخرى كلمات غير مفهومة. نعم. اختصارات. نعم. أو بلغة إنجليزية أو عربية غير مقبول طبعا. بالنسبة للاختيار من متعدد الرقم ويختاروا فقط A, B, C أو D، ما في داعي يكتبوا الجملة ما في داعي إذا كان طويلة كتير. إذا كتب صح طبعا، وإنما منخاف أنه يكتبوا الحرف صح والنص خطأ صفر بيصير ما بياخد العلامة، ما بياخد علامة. فإذا يختاروا فقط صح، 10 جمل قواعد بثمان علامات، تماما 80 علامة قواعد. بيجي بعد منهم مباشرة الموضوع القسم التعبير الكتابي، الجزء الأول لترتيب حوار ومرجع ذكر أو نص، 40 علامة وحكينا عنه بالتفصيل. الجزء الثاني اللي هو كتابة موضوع، كتابة الموضوع 60 علامة، 60 علامة. واحترام، نرجع نذكر احترام نص الموضوع مهم جدا، احترام شو ما تطلب منه بالموضوع. إذا هذا هو الشكل الامتحاني للامتحان المطور اللي راح يكون أمام طلابنا. قبل ما نختم، في أي نصيحة ممكن ننصحها لطلابنا؟ أنا أكيد بنصح طلابنا نصيحة تخص الفرنسي، نصيحة أكيد بخصوص الامتحانات، بنصحهم يستفيدوا من الكتاب للتمرين للتدريب لحتى يوصلوا بأمانة بسلام للامتحان النهائي. مال غنى عن كتاب ودفتر أنشطهم، ويبتعدوا عن الأشياء الثانية اللي تطالبهم بالحفظ البصم. نعم. أو مثل ما ذكرت التمارين المرهقة اللي كتير بيروحوا فيها بعض الأساتذة لأبعد من ما هو مطلوب من كتابهم في الكتاب. بالتوفيق. أكيد. شكرا أنسي نور. أنسي منى كمان بنصحهم الشائعات كترت على الفرنسي، ما يخافوا يروحوا على الفحص بنفسية حلوة، لما دا يروحوا دا يقرأوا الورقة وهن نفسيتهم حلوة أكيد دا يشوفوا الأسئلة سهلة. وإذا دا يتبعوا الشائعات اللي انطرحت كتير أكيد دا يكونوا خايفين ومتوترين، وهذا شيء بينعكس سلبيا على نفسيتهم وعلى أدائهم أمام بورقة الامتحان. صحيح. بحب ذكر أنه بالنسبة للبكالوريا النموذج القديم طبعا لم يتغير أي شيء لا بالشكل ولا بالمضمون. تمام. فقط أيضا هناك يرجعوا دائما لموقع الوزارة أو لموقع تطوير المناهج موجود عليه شو هو المطلوب وشو هو المحذوف بالنسبة للوضع الصحي اللي مرت فيه سوريا وبلدان العالم بهي السنة، ليشوفوا بالضبط شو هو مطلوب شو هو محذوف. بالنسبة للقديم إذا لم يتغير شيء. بالنسبة للنموذج الحديث يعني بالعكس أنا بشجع أيضا طلابنا، أصبح نموذج ربما أسهل وأقصر، هناك نص واحد بدل ما كانوا نصين. وهناك موضوع واحد بدل ما كانوا في موضوعين. نعم. هناك القواعد أصبح عندنا الاختيار، اختيار ما بقى اختيار من متعدد، ولا يوجد هناك كتابة، أصبحت أيضا. نعم. يعني نموذج أبسط وأسهل، وإن شاء الله طلابنا يتموا اختبارهم بحطمنهم. يعني اللغة الفرنسية من اللغات السهلة والمستوى البسيط يلي بيوصلوا له طلابنا، ما رح تكون أسئلة فيها تعجيزات أو تماما.
إذا بنهاية ندوتنا لليوم اسمحوا لي اتشكر زميلاتي من حلب الموجهة الاختصاصية الأنسة نور شامية وزميلتنا منى نصرة مدرسة أيضا في حلب، وأنا كان معكم إلياس حاصور موجه أول لمادة اللغة الفرنسية. شكرا لمتابعتكم.